وسط تراجع كبير لشعبية حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، يدلي الناخبون البريطانيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة. تشير أغلب التوقعات إلى أن حزب العمال المعارض سيفوز بهذه الانتخابات، وذلك في ظل أزمات تعاني منها البلاد، على رأسها الركود الاقتصادي وانعدام الثقة في المؤسسات الحكومية وتداعي النسيج الاجتماعي. هذا وقد أظهر استطلاع لرأي أجرته مؤسسة يوغوف بحصول حزب العمال على 431 مقعدا مقابل 100 مقعدين فقط للمحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك. نقاشا لذلك والتوقعات بعودة المعارضة مرة أخرى إلى الحكم في بريطانيا، من لندن ينضم إلينا نائب رئيس حزب العمال عن دائرة هيدفورد شاير السيد عمر إسماعيل. سيد إسماعيل، أهلا بك معنا في الرادار، وكيف تنظر الآن إلى هذه العملية الانتخابية والتوقعات حتى على ضوء استطلاعات الرأي طبعا بعودة حزب العمال إلى الحكم مرة أخرى؟ بداية شكرا على الإضافة يعني لابد الأول من ذكر أن الانتخابات تتم الآن. جميع استطلاعات الآراء ما هي إلا عبارة تخمين، ليس لها الوزن التام. هي بتعطي بس مزاج، بتعطي يعني فكرة عن المزاج العام للناخب البريطاني. فهناك الانتخاب يتم الآن، ولن يعني نعرف النتيجة إلا في خلال ساعات قليلة. هذه هي النتيجة التي يعول عليها. أما استطلاعات الآراء فما هي إلا إيضاح إذا كان الحملة الانتخابية قد بلغت اتجاهتها واتخذت الخطوات الصحيحة اتجاه يعني نعلم صعوبة الأمر الآن أو محاولة حتى التكهن باتجاهات الناخب في بريطانيا، على ضوء ما فهمنا حتى من زميلنا أشرف سعد أنه يمنع الحديث عن ذلك، وفقط اليوم بريطانيا تنتخب هو الشعار في بريطانيا. ولكن ما قصدته أكثر إلى أي درجة اليوم الشارع البريطاني يتحدث حقيقة عن إحباط جراء الأزمة الاقتصادية، الركود وما كان من تداعيات البريكزيت مثلا؟ طبعا هو يعني تداعيات بريكزيت، نبتدي بعدها تداعيات بريكزيت. الحكومة البريطانية تحت حكم حزب المحافظين وخروجها من الاتحاد الأوروبي أثر اقتصاد مباشر على أثر على الاقتصاد البريطاني تأثير مباشر، لدرجة أن الخسارة مقدرة ما بين 5000 ل 7000 مليار 5000 ل 7 مليار جنيه استرليني في السنة. هذا مبلغ ضخم جدا يعاني منه الاقتصاد البريطاني الآن، وهذا كذلك يؤثر على مستوى المعيشة ومستوى العمالة وفرص العمالة في أنحاء البلاد. 14 سنة من الحكم المحافظين تقريبا يعني أفسدوا الخدمات العامة جميعها وأفشلوها بمعنى أصح. مجال الصحة وقطاع الصحة الآن يعاني بشدة من الكفاءات الطبية، لعدم تدريب الكوادر الطبية الكافية لسد حاجات هذا القطاع. قطاع التعليم كذلك، هناك مدارس الآن سقوفها تتهاوى على الطلبة والتلاميذ، ليس هناك استثمارات صحيحة في هذا المجال. حتى تنمية الكفاءات التعليمية غير متواجدة. لو نظرنا إلى يعني حتى مشروع الهجرة الذي خرجت بسببه بريطانيا، والذي استخدم كذريعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن حزب المحافظين في حكمه من حل هذه المشكلة، بل زادت الأعداد المهاجرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. يعني هناك في عجز في بعض الكوادر العمالية كسائق
القطارات، قصائق الشاحنات، نعم، بعض من شركات الأدوية العالمية رحلت يعني من السوق الأمريكي. هذه المشاكل، ولكن الحلول اليوم في الدقيقة المتبقية، إلى أي درجة عليكم عبء كبير وتحدي أكبر؟ اليوم الحزب يحصل على دعم قطاعات كبيرة من مجتمع الأعمال، وتأييد حتى من الصحف التي تؤيد المحافظين تقليديا كساندي تايمز وذا سان. يعني هذا تحدي أم عبء كبير على حزب العمال حال كانت النتيجة كما استطلاعات الرأي والتوقعات؟ في دقيقة. أولا يعني في دقيقة، نحن لا ننكر، حزب العمال لا ينكر أن التحديات التي ستواجه حكومة العمال في الحكم هي شتى وملفات كثيرة، يعني في حاجة شديدة إلى علاجها علاج جذري. هذا لن يتم بين يوم وليلة، حزب العمال لن يأتي بعصا سحرية لحل هذه المشاكل، سوف تأخذ وقت. حزب العمال لديه ما يكفي من الكفاءات ولديه من الخطط ما يساعد على حل هذه المشاكل. شكرا جزيلا لك ضيفي من لندن، رئيس حزب العمال عن دائرة هيرتفوردشاير السيد عمر إسماعيل، على هذه الإيضاحات القيمة معنا على سكاي نيوز عربية. أشكرك.